ربنا يخلي الستات. من الاخر كده، ايه الخط الاحمر اللي عند ست او بنوتة كل برج اللي انت لو وصلت ليه تسيبك تبعد عنك، ما عدتش تلزمنا واللي باعنا خسر دلعنا، هاتوا الشاي او القهوة ويلا بينا. اهلا بلز واجمل ناس في الدنيا، برحب بكم واعتذر عن الغياب. كل بنوته، كل ست، كل راجل مرتبط بست او بنوته يتوقع ايه الخط الاحمر بتاعها ويكتب لنا في التعليقات. انا احب اول مشاركه والاحصائيات في التعليقات. نبتدي بالفريسه القويه اللي مغلبه الجميع، انثى الحمل الناري. شوف الخط الاحمر عند الحمل هو التهميش. التهميش خط احمر وازرق واسود ومقطرن. التهميش اعمل كل حاجه واي حاجه عند التهميش، هنا صعب قوي والله. دي حرفيا البنوته اللي المنطق بتاعها اللي باعنا خسر دلعنا وايام ام سوده. الحمل كده حتى لو بتحبك بتموت في دباديبك، بتشم في شراباتك. شوف الحب واصل لحد فين. خش لي بقى على الثوريه، احذرك من حاجه مهمه قوي، خط احمر مهم قوي، عدم الصراحه. الثوريه ما تحبش اللي يكذب عليها ابدا، ولا تحب اللي بيلف ويدور معاها اطلاق الا الحته دي. ده الخط الاحمر المكهرب، ده احمر ومكهرب كمان. ندخل على الجوزائيه بقى، خلي بالك من صفه مهمه قوي، حته الجمود. انثى الجوزاء دي دلوعه، وما دام هي دلوعه عايزه حد مرن، حد ياخد ويدي ويدي وياخد، والامور تبقى ايزي معاه، ويلقطها وهي طايره ويشغل دماغه كده ويكبر الجمجمه في احيانا كثيره، احيانا كثيره يعني. لو انت العكس ده خط احمر. خط احمر، خط احمر معايا يخلي العلاقه دي تبقى في شنك، يخلي العلاقه دي تبقى اوت، واحنا مش عايزينها تبقى اوت، لانك لو خسرت الجوزائيه تبقى خسرت كتير قوي، وصدقني هتزعل كتير قوي. كملوا كده وقولوا لنا الكلام ده في بنوتة كل برج فيكم يعني ولا لا، واخبطوا اللايك المتين وكملوا لبقية النساء. السرطونة الغش، خط احمر. سبت خطيبك ليه؟ سبت حبيبك ليه؟ سبت اللي متقدم لك ده ليه؟ سبت زميلك في الجامعة اللي معجب بيكي ده ليه؟ غشيم غشيم، ابعدني عن الغش، ابوس ايدك، ما بعرفش اتعامل معاه. انا رقيقة وبسكوتة وهادية وكيوت وكل حاجة، تديني واحد غشيم؟ هو ده خط احمر، احمر ومقطرن عليه وعلى اهله من هناك. برنسس الاسد، برضه التهميش طبعا. اللي بيهمش انثى الاسد بياخد بالشبشب على ودانه على طول، دي معروفه، واحنا عارفين ان اكتر الاناث اللي بتدي بالشبشب هي انثى الاسد. خلي بالك بقى، والشبشب فيه منه انواع، في باب ورد احنا قلنا، وفي بيبقى فيه شباشب غريبه كده، عارفين الشباشب بيبقى فيه حته حديده من قدام كده، في شباشب كده في شبشب تلاقي فيه حتة حديدة من قد. تخيل بقى دي لو جت قلبه ونازلة على ودانك، سواد السواد. إلا التهميش مع بنوتة الأسد، خط أحمر. أنا ممكن أستحمل أي حاجة تانية، يغير ماشي، يعني عصبي شويتين نعدي كده، إنما التهميش أيام أم سودة. العذراء النقد، شوف العذراء تنتقد أمة لا إله إلا الله، وما تحبش حد ينتقدها إطلاقا. ليه يا عم؟ لأن أنا ما بغلطش، أنا اللي أقوله صح. عجبك على كده، عجبك مش عجبك، مع السلامة، والقلب دعيلك. والباب يفوت جمل، يفوت نعامة، اخلع من حياتي، ما تنتقدني، ما تنتقدنيش، خليك مؤدب. العذراء تقول لك كده، خليك مؤدب، ودايما صباع العذراء كده، يعني صباع العذراء دايما في الموقف ده تلاقيه كده، بقول لك خليك مؤدب. طب انت بتنتقد يا عذراء وهرياني ومقطع اهلي يعني، ولسانك انا ده انا مش انت. العسل بقى، بنوتة الميزان، البخل. بخل ده خط احمر، تبقى متجوزة وفي ولاد بس بخيل، في داهية في داهية في داهية كمان مرة في داهية اس تلاتة، لا الا البخل خط احمر عندي قوي. الميزان عايز راجل مش بخيل ابدا، الا حتة البخل دي، يصرف ويجيب هدايا ويدلعها ويديها لبس كده وحاجات تحسسها بجمالها. الميزان، الميزان يعني الجمال، عشان تبقى انت فاهم. فده خط احمر وبتاع الهدايا، يعني اللي ما بيفهمش قوي، اللي هو ما يبقى فيه مناسبات ويعدي كده ويتصلق ويبقى رخم كده، والكلام ده مع الميزان ما ينفعش خالص، لا لازم. اضافة للغباء، الاخوة الاغبياء اللي هم عندهم بطء في الاستيعاب، دول اللي هم يجيبوا لك شلل على ما يحسوا يبداوا يفهموا انت عايز تقول ايه، يبقى البخل
والغباء ده خط احمر. خط احمر، خط احمر مع الميزان، ما تحبهمش، ما تتقبلهمش، ما تعرفش تتعايش معاهم. لو هما موجودين خلاص تركب جناحات وتقول لك سلام سلام سلام. العقرب بقى فارسة الأحلام اللي مدوخة كتير قوي بسبب أسلوبها الساحر وجاذبيتها الطاغية الشك. شوف العقرب تشك في خلق الله كلهم وما تستحملش الراجل أبدا اللي شك فيها. طب ما انت بتشك، أنا أنا برضو أنا شك، إنما انت لا. طيب تعالى كده لمح للعقرب ان انت شاكك فيها، سواد اسود من قرن الخروب. معقول صل العقرب وانا بحذرك؟ والعقرب القرصه بتاعتها بالدم، القرصه بتاعت العقربه بتطلع بالدم. الشربات بقى، القوس، الشعنونه، اللطخ، اي بني ادم لطخ. خط احمر معايا، احمر وازرق وبنفسجي وبرتقالي وكل حاجه، ما تبقاش لطخ مع القوسيه، خط احمر بالنسبه لي. واحنا حد يعني قلنا بقى ان اللطخ ده يعني عرفنا بقى يعني، او نبقى نعمل حلقه نقول هو ايه اللطخ ده، بس يعني اللطخ ده حاجات كتيره قوي نيله يعني في بعضها، في قلب بعضها كده. اللطخ اللي ما بيفهمش بقى، اللي ما الحلوف من الاخر، انا اقعد انقي مصطلحات ياما للحلوف. حلوف ده خط احمر مع الشربات. القوسية دي عايزة واحد دلوع فرفوش كده، نغش كده، دمه خفيف، بتاع إفيهات، فاهم انت الحوار ده، سلس كده، ما يدققش، ما يوقفش على الواحدة، فاهم؟ القوسية عايزة كده يعني، فاهم؟ عدي وكبر كده وخليك لذيذ والعمر كل يومين، يا سلام، وشربات واضحك كده وخليك خفيف، ما تبقاش بطيء قوي لدرجة الشلل. طبعا كل الصفات دي عكس اللطخ، يعني اعكس الصفات دي كلها يطلع لك اللطخ في خلقتك. فده خط احمر. الجدي بقى، بنوتة الجدي، زي الثورية كده، عدم الصراحة. الصراحة راحة مع أنثى الجدي، أحب أوي الدايركت واللي ما يلفش ويدور عليا. تكدب مرة على بنوتة الجدي، قامت الدنيا وما قعدتش. دي بقى مش بالشبشب، دي بالنبوت. أنا بقول لك أهو، ده يعني الأسد أرحم بالشبشب وبيفرقع وخلاص، إنما الجدي تمسك لك النبوت إلا حتة عدم الصراحة دي. لا الجدو خلي بالك، وحتة مهمة قوي، احترام أهلها. ولا ومش أي احترام، ده احترام قوي، احترام أوفر. أي حد من طرف الجدي لازم تحترمه وتقدره، ولما تلاقيه جاي من بعيد كده تقف له احتراما، لازم مع بنوتة الجدي وإلا النبوت. الدلوية بقى، النعمة الرايقة، الاهتمام. انت قلت ايه؟ والله سمعت صح، الاهتمام الزائد الأوفر. خط أحمر، خط أحمر، ما بقبلوش، ما بتقبلوش. انت عارف الاهتمام الزائد الاوفر ده هيقلب معاك بايه؟ هيقلب معاك بحب تملك. فلما هيقلب معاك بحب تملك، هيقلب معاك بتحجيم، ولما يقلب معاك بتحجيم يقلب معاك بخنقه، تبقى خانقها من هنا كده، مفيش دلويه ابدا. تحب اطلاقا النظام ده في الحياه، في ستات تانيه تحب، والا تبقى دلويه مضروبه. خط احمر، خط احمر يوديك للتهلكه في العلاقه دي، الا حته الدلقه يعني من الاخر، اضافه للغباء. تشترك مع بعض النساء اللي قلنا عنهم النقطه دي، الغباء. دلوقتي تحب واحد ذكي، واحد مطقطق، واحد فكيك، واحد يقرا ما بين السطور ويترجم من سياق الكلام، واحد بيعرف يستنبط. اهم حاجه مع الدلويه تكون بتعرف تستنبط، الاستنباط اهم شيء. استنبط مع الدلو والا هتستنبطك هي وانت حر. الحوت بقى، البونبوناية وختام وهمسك، هي حاجة واحدة حذرك منها. طبعا مش معنى كده ان الحاجة دي يعني تبقى حلوة معاك او مش موجودة فيك ومتنيل في بقية الصفات، بس انا بقول لك على اكتر الاشياء يعني تبقى مزعجة، بتبقى خط احمر يعني. الجفاء، الحوت عايز واحد حنين من الاخر، واحد حنين يقدر الانثى، يقدر انوثة الانثى الحوتية دي. ليه بقى؟ انا اقول لك انا ليه. اي ست في الدنيا مهما كانت حاسه بانوثتها، كوم وبنوتة الحوت، كوم وشكل وحاجه وستايل تاني خالص. انت مثلا هتدي اي بنوته تانية ايراد تحسسها في بانوثتها، ادي للحوتيه 24. هو ده. لذلك انت مهما كنت فاهم ان انت بتقدر توصل الايحاء ده للست، ان انت بتقدر تحسسها بانوثتها، مع الحوت هتلاقي نفسك عليك مجهود مضاعف، والا خط احمر وشيل ده من ده، يرتاح ده عن ده. وبكده أعزائي المشاهدين، أصدقائي وعيلتي وحبايبي، بنكون يعني ألقينا الضوء على الخط الأحمر اللي مع كل ست أو بنت لو حدث،
وطولت قوي وافورت قوي فيه، ممكن تنام تقوم ما تلاقيهاش، او على الاقل تبقى عايشة معاك مجبرة، او على الاقل وده الخطير والمهم قوي، لو لقيته في حد، لو لقيته الست في شخص تاني خاف. خاف بقى يعني الحاجات دي في كل ست كده، مع كل ست لو مش موجودة فيك وموجودة في حد تاني انت حر، انت حر، نقطة ضعف كبيرة قوي، نقطة ضعف، نقطة ضعف. يعني اكتبوا لي رأيكم في الحلقة، مواقعنا، روابطنا، لايفاتنا، كل ده، وفي رقم الاستشارات الخاصة والحجز، كل ده في وصف الفيديو او في التعليقات، والى اللقاء.